بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انستي سادتي، دكتور علي الحفني، حكايات تاريخيه من هنا ومن هناك. دوله الامارات، اولا ما تيجي في دماغنا دوله الامارات او نسمع دوله الامارات يجي في دماغنا النهيان. حقيقي قبيله كبيره استقرت في ركن من الصحراء، نقدر نقول معتزله، غزوات ال سعود لاسترداد حكمهم في منطقه نجد. ومن حسن الطالع او من حسن الحظ او من الاقدار الكويسه استقرت في منتصف طريق الهند للتجاره. فانتبهت انجلترا فاحتلت هذا الركن من الصحراء 1820، تاركه لاجداد الشيخ زايد واخوه شخبوط، الشيخ شخبوط زعامه القبيله التي سموها اماره. ورث حكم الاماره الشيخ شخبوط النهيان عام 1928، ظل يقاوم الهيمنه البريطانيه بكل الطرق. وبعد ظهور البترول رفض اعطاء الشركات البريطانيه حق التنقيب حتى مطلع الخمسينات في القرن الماضي. بدايه ابتدى يعطي تصاريح محدوده لشركات اجنبيه حتى يستطيع سد احتياجات الاماره بتاعته. زاد الضغط البريطاني عليه كلما زادت اهميه البترول الاستراتيجيه. في عام 1966 النهيان الاثنين الاخوات اتفقوا على ان الشيخ شخبوط يعتزل الحياه السياسيه وان الشيخ زايد اللي كان منفتح لزياده الانتاج البترول حكم البلاد. وحصل فعلا، وتولى الشيخ زايد النهيان حكم اماره ابو ظبي، واصبحت وانتج حوالي 9% من انتاج بترول العالم انتجته ابو ظبي، واصبحت اغنى اماره في العالم. ثم نجح في تجميع الامارات المحيطه به في حكم فيدرالي، وابتدت دوله الامارات المتحده. ويبقى السؤال، هل الشيخ زايد كان محكم في التحديث ام الشيخ شخبوط اخوه النهيان كان محكم في مقاومه التحديث؟ تحياتي احمد فاروق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.